انا ومجموعه من زمايلنا طالعين عن طريق المديريه قافله طبيه هتبقى موجوده 3 ايام النهارده وبكره وبعده عشان الاحتياجات الطبيه للاسر اللي موجوده في بيت شباب الاسماعيليه. تقريبا في حالات مرضيه في المكان هنا تقدر بكام حاله؟ لا يعني احنا لسه ما بقالناش اكتر من ساعه ونص ساعتين كده شغالين، احنا عيادات كتير فكل عياده بقى انا بالنسبه لي حوالي 4 أو 5 حالات اللي جت لحد دلوقتي ولسه في حالات موجوده يعني. تمام، انتوا هتبقوا مقيمين طول الثلاث ايام هنا ولا هتيجوا ساعات معينه؟ لا هنيجي فتره النهار عيادات متنقله وفي كده كده في عربيات اسعاف متواجده في المكان 24 ساعه، في يعني لو في حالات طارئه طبعا بتنقلها على المستشفى وهو منسق طبعا مع المستشفيات للحالات اللي محتاجه تدخلات جراحيه او حاجه اكتر من الامكانيات اللي موجوده هنا. هنا بيبقى في كشف، في علاج بيتصرف، في معمل تحاليل، وحده معمل تحاليل جاهزه شغاله، اغلب التحاليل اللي موجوده اللي محتاجينها شغالينها هنا في المعمل. يعني ايه الاحتياج الحقيقي للادويه الغير متوفره؟ لا مفيش بصراحه، كل الادويه موجوده، مع لسه الادويه ما شاء الله موجوده يعني كتيره جدا، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها بنلاقيها، ونفس الكلام برضو تحاليل كتير، اغلب التحاليل الدم والوظائف الكبد والكلى وحاجات الاطفال كمان موجوده، يعني اغلب الاحتياجات متغطيه هنا موجوده يعني. في اي مشكله من اي نوع بتواجه حضرتك؟ لا حتى الان الامور ماشيه كويس يعني مفيش مشاكل خالص يعني. تمام، الف شكر حضرتك دكتور احمد. شكرا ليك. شكرا جزيلا. شكرا.